ريم حبيبتي قاعدين الصبح خاف تروح علي نومه. ريم؟ آسف حياتي ما أدري إيش فيني تعبان شوي. وقالوا بعد إن قلب الريال مثل الفندق، ما في حدود لعدد غرفه وزواره. ألو، مساء الخير. يا هلا، مساء النور. سألتلك عن الرخصة، الموضوع كله بوزارة التجارة، بس يبيلها شوية إجراءات، والإجراءات يبيلها أحد يتابعها. شلون يعني؟ ما فهمت. بجزلك مسج بالأوراق المطلوبة، وانتي جاهزي لكل هالأوراق، وأنا بخلصلك كل شيء إن شاء الله. بس أنا ما ودي أتعبك معاي. صدقيني ما فيها تعب، ولو فيها تعب كان قلتلك. عندي واحد من ربعي عرف موظف هناك بالتجارة، هو راح يساعدني بكل هالإجراءات هذه. يا لا تحاتين شيء. والله عد وايد كنت حاتي. anyway مشكور وما تقصر. لا ولو، ولا يهمك. تمرين على شيء ثاني؟ إيه. الديوان اللي طلبته منك مع الإهداء للحين ترى ما عطيتني إياه. يعني لهالدرجة الكتاب وايد مهم عندك؟ شلون مو مهم عندي؟ فهذا أنت نسيت؟ أبوي أنا كنت أحفظ كل قصايدك صم، كنت كل يوم أقعد وأرددهم لأن كنت أدري أنك قاعد تكتبهم علشاني. ريم، ريم أنا ما أقدر. ترى أنا عمري ما نسيتك، ومشاعري صوبك ترى مثل ما هي للحين. في وايد أشياء تغيرت بحياتنا، أشياء تمنعني إني أرد على الكلام اللي قاعد تقولينه. أنا اتصلت عليك قصدي إني أساعدك موضوع الأوراق مو أكثر، وأنا عند وعدي إني أساعدك بهالموضوع. غير كذي أنا ما أقدر. تصبحين على خير. قوة. هلا. شفتك تأخرت علي فقلت تطمن عليك. يعني ماكو، جتني حزة الإلهام فقلت أقعد أكتب شوي. فهد، ليش كنت تكتب بالكافيه؟ قبل كله تقعد بالبيت وتكتب. تغيير حبيبتي، تغيير. ساعات الكاتب يحتاج إنه يغير مكانه عشان يجدد من أفكاره ونشاطه. عدل كلامك، بس مو كنا البيت أهدى؟ يعني الكافيه وايد لوية وزحمة، على الأقل بالبيت أقدر أقعد معاك وأشوفك. إيش فيك حبيبي؟ قطعت حبل أفكارك؟ لا ما في شيء.
تبين اطلب لك شيء؟ عصير، كيك، كافي، اي شيء؟ لا لا مو مشتهي شيء. فهد انا رجعت حللت النتيجه طلعت نيجاتيف. زين شلين زين؟ فهد اقول لك النتيجه طلعت نيجاتيف، الظاهر العلاج هني مو جايب نتيجه، تكفى الله يخليك هنروح نعالج برا. عمري ما اعتقد ان المرض اللي عندك وايد نادر عشان نروح نسافر برا ونطلب علاج له. سمعت كلام الدكاتره، بالاخير هي كلها مساله وقت والامور كلها بتتعدل ان شاء الله. بعد ليش قمت احس انك مو مهتم بموضوع اليهال؟ عادي؟ اي انت وايد تغيرت. قبل كنت تجي معاي العياده تقول لي خلينا نجرب دكاتره يدد، حتى الدواء اللي نسيت تذكرني فيه. ايش فيك فهد؟ ايش اللي غيرك؟ تراوالت ساره. ايش فيك؟ صارت دورين ضيقه الخلق. انا؟ اي انت. يعني انت الحين طالع من مكانك شايله لهني عشان تناجرين معي؟ ترى احنا زينا ما فينا اي شيء. احسك تتعمدين تدورين لي المشاكل. ليش؟ ايش دعوه فهد؟ على العموم انا اسفه اذا جيت وقطعت حبل افكارك. واذا حاب تقعد هني للفير على راحتك. لحظة شوي 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 شوي، ماني قادرة أفهم شنو أقول لك. متغير علي؟ لا تشوفين وجهه شلون قلب لما يبطل طاري اليهال. لا مو طبيعي، كلش مو طبيعي. أصلاً انصدم لما دشيت عليه الكافيه، كنا مو عاجبة. وليش رايحة الكافيه؟ خليه يكتب بروحه. لا والله، وليش ما يكتب ببيته؟ تعالي صدق بدري، ليش ما رضت تطلع معانا؟ شفيها منقدة على عمرها كذي. والله ما أدري، الظاهر سامي قاثها مسوي لها شيء كالعادة. لا بس هالمرة غير، أحس سالفة شايدة. أنت شفتي وياها؟ كأنها قاعدة بعزة. الله يعينها، ما أدري شلون مستحملة هالريال، طبعه صعب. صدق والله؟ عاد تبيني أقول لك شيء؟ أنا أحس إن أنت تعرفين شو السالفة بس ما تبيني تقولي لي. وشي وش فيك؟ ماكو شيء. لا والله، ساعات أحس إن أنت وبدرية بينكم سوالف وأشياء بس ما تقولوا لي. حتى انت يا حبيبتي شكله وراك سالفه هالكبر، متهاوشه مع ريلك وما تبي تقولين السالفه. لا يعني مو كذي، بس سالفه عاديه يعني، لا تشغلين بالك. شيوم ساعات الواحد صدق يسكت مو عشان يخش على الثاني، علشان ما يزيد نفسه هم. اي والله صادقه، بس عاد صدق بدريه مكانها مبين. اي والله بعد عمري، ان شاء الله اليايات ان شاء الله. ساره ها روح انت سوق بعدين تعشى. من الحين اقول لك. حاضر حاضر من عيوني. حاضر يا فندم. يعني عجبك المحل؟ خلاص بتاخذينه؟ عجبني بس متردده شوي، يعني انا كان ودي لو مساحه المحل تكون اكبر، بس المشكله مو محصله مو لاقيه. بس عمك يقول السالفة يبي لها إجراءات ورخصة من وزارة التجارة. اي ما لا تحاتين، دقيت على فهد اليوم وسألته إذا يعرف أحد بوزارة التجارة يقدر يساعدني يطلع ترخيص، فقال بيشوف وبيرد لي خبر. من صدقك؟ اي من صدقي. شو طالعيني كذي؟ يعني احنا سنين قاعدين برا الكويت، أكيد ما نعرف شيء بالإجراءات ولا بالتراخيص ولا شلون. ما فيها شيء ترى إذا طلبت مننا يساعدني. يعني والأحد هذا لازم يكون فهد؟ ما في حد غيره؟ كان بطلتي أي جريدة إعلانات ودقيتي على مندوب يخلص لك كل شيء. والله أنا ما فكرت إني أبطل الجريدة وأدور فيها على رقم مندوب علشان يساعدني. ودي أعرف شو اللي يدور براسك وش اللي ناوية توصلين له. ما يدور براسي شيء، اللي يدور براسي إن أنا ببطل البوتيك وبس، لا أكثر ولا أقل. يا يما فهد تزوج واستقر خلاص، لا تخربين زواجه. يما أنت من صدقك قاعدة تتكلمين؟ كل هذا علشان سألته سؤال صرت أبي أهدم زواجه؟ لا يروح بالك بعيد،